قناة طيور تي في، قناة المربي بامتياز. من أجلكم ننجز التقارير، نجري اللقاءات، ونقدم دروسا في التربية. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تي في. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن أهمية وجودة العلف بالنسبة لتربية قطيع الدواجن، لكن السؤال المطروح في هذه الحلقة هو: ما هو الأفضل بالنسبة للدواجن؟ هل العلف المحبب أم العلف الناعم؟ للإجابة على هذا التساؤل نستعين دائما بالخبراء، خبراء التربية في هذا المجال، واليوم سوف ندرج لكم رأي الدكتور جمال اللبودي من الشقيقة مصر بخصوص هذا الموضوع. للإجابة على هذا السؤال، جميل جدا لأنه بيخص المربين، عايز أقول أنه ما الفرق الأول بين العلف الناعم والعلف المحبب أو على هيئة مكعبات؟ العلف المحبب أو على هيئة مكعبات ده عبارة عن علف ماش عادي دخل عملية تصنيع، تعرض لبخار ماء ودرجة حرارة عالية، ثم بعد ما دخل درجة حرارة عالية حصل له كبس، عملوا له كبس فخرجوه على هيئة مكعبات كبيرة. هذه المكعبات الكبيرة ممكن أحولها إلى محبب مفتت صغير. يبقى عندنا العلف على ثلاث هيئات العلف، اللي هي صورة العلف، يا إما علف ناعم اللي احنا بنقول إنه ما خدش أي إجراءات حرارية ولا أي كبس، ده العلف الطبيعي. العلف المكعبات اللي هي البيلتس فيد، نقول عليه بيلتس فيد، وفي العلف المحبب اللي هو كرامبل فيد. المكعب كسرته وحولته إلى صغير اللي هو المحبب. طيب، يبقى دي الصور اللي موجود فيها الأعلاف في السوق. لكن إذا كان المكعبات والمحبب أعلى في السعر، دي طبعا بيعوضنا كتير في مسألة التربية. النهاردة معظم المزارع بتستخدم 70% من 60 إلى 70% من المزارع بيستخدم العلف المحبب والمكعب. دي طبعا احنا طيب ضروري نقول للمربي ايه هي المميزات التغذية على عليقة تصنع على هيئة مكعب او محبب. اول حاجة، هناك مميزات لصالح مصنع العلف وهناك مميزات لصالح المربي. مميزات للمربي انه تقلل فصل المسألة المكعبات والمحببات، لا يوجد فصل لخامات العلف اثناء عملية النقل، يعني لا يوجد اي احتمال لفصل خامات العلف. رقم 2، زيادة فترة التخزين، العلف المحبب افضل من العلف الناعم. رقم 3، سهولة انسيابية وتدفق العلف أثناء عملية التفريغ. العلف المحبب والمكعب بيبقى سهل جدا وهو بيتفرغ من سيارات العلف. لا يوجد أي فقد في العلف بخصوص العلف المحبب. تقليل المحتوى الميكروبي في الأعلاف بالنسبة للمكعب والمحبب، لأنه تعرض إلى درجة حرارة عالية قتلت معظم البكتيريا. كمان انه العلف المحبب والمكعب هو مستساغ للطيور، سهل جدا للطير انه هو يلتقط الحباية الكبيرة، خد معها الفيتامينات والأحماض الأمينية وكل مكونات العلف. هذه العلف المحبب يزيد من هضم العناصر الغذائية داخل جسم الطائر. كمان العلف المحبب يحسن من معامل التحويل الغذائي أفضل من العلف الناعم، لأنه مكوناته فيها تجانس داخل مكونات العليقة. وكل طائر بياخد احتياجاته كاملة من العلف بالتساوي، فما فيش لا يوجد هناك فرصة أن الطائر يلتقط حبيات الذرة دون الصويا، ولكن الصويا داخله مع الذرة ومع الفيتامينات مع الأحماض الأمينية مع جميع مكونات العلف الأساسية بيلتقطها الطائر في حباية واحدة، فلا يوجد فرصة لعملية الاختيار.
كان هذا هو جواب ورد الدكتور جمال اللبودي خبير تربية الدواجن وتربية المواشي بصفة عامة. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله.